الخاصة بسرعة تصفية إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، والتي جرى بمصر، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الأولى، بما أنه كان مصنفا في المعاء الأول، وأوقعته القرعة في المركز أو مجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي. المجموعة الثانية ضمت تونس، زامبيا، موريتانيا وغينيا الاستوائية. المجموعة الثالثة ضمت نيجيريا، رأس الأخضر، إفريقيا الوسطى وليبيريا. المجموعة الرابعة تضم الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي. المجموعة الخامسة تضم مالي، أوغندا، كينيا ورواندا. المجموعة السادسة تضم منتخب مصر، الغابون، ليبيا وأنغولا. المجموعة السابعة تضم غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي وإثيوبيا. المجموعة الثامنة تضم السنغال، الكونغو، ناميبيا وطوغو. المجموعة التاسعة تضم المغرب، غينيا، غينيا بيساو والسودان أيضا. أما المجموعة العاشرة والأخيرة فتضم الكونغو الديمقراطية، البنين، مدغشقر وتنزانيا. المجموعة الأولى لتصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تضم المنتخب الوطني الجزائري إلى جانب بوركينا فاسو، أيضا في المركز أو في المستوى الثاني النيجر وجيبوتي، وهي مجموعة يعني يرى المتتبعون أنها سهلة نوعا ما بالنسبة للمنتخب الوطني بطل 2019. وللحديث أكثر عن القرعة في هذا الموجز على المباشر معنا دولية جزائرية السابقة مصطفى كويسي، أهلا بك. السلام عليكم والتحية موصولة لمشاهدينا النشرة. نعم مصطفى كويسي، بداية أنت دولية السابقة، كيف هي مجموعة؟ هل هي سهلة؟ هل هي يعني صعبة نوعا ما بالنسبة للمنتخب الوطني؟ والله ما نقدروش نتمنى أحسن من هذه القرعة، نقولها بكل صراحة، لأنك معك يعني ثلث فرق اللي نظن في متناول المنتخب تاعنا، خاصة يعني نزيد نعرج على النيجر وجيبوتي اللي نظن من المنتخبات يعني نقدر نقولوا الصغرى والناشئة في كرة القدم. يعني ولكن تبقى إلا يعني البوركينا اللي عندنا شوية يعني معها نقدر نقولوا عندهم شوية تاريخ، لأن لو نتبعوا الإحصائيات ربما نعطيهم كمان لاعبين 20، يعني كاين 20 مباراة لعبنا معهم، عندنا احنا 9 انتصارات ولكن 6 هزائم و5 يعني تعادلات. إذن تبقى المنتخب الواحد اللي ربما نقدر نقول يعني عنده شوية مستوى، ولكن نزيد نقول ما نقدروش يعني نتمناه أحسن من قرعة كما من هذه. يعني أخي نخص بالحديث منتخب بوركينا فاسو، هو في آخر مرة واجهه المنتخب الوطني عام 2013 انتهت مباراته، كانت مباراة سد للمنتخب الوطني المؤهلة لكأس العالم، انتهت مباراة الذهاب هناك ب3-2 لصالح بوركينا فاسو، وفزنا هنا بهدف دون رد. ألا يمكن القول أن المنتخب الوطني يعني لا يجب أن يقف على أو يبني خططه للمنافس بناء على الامور؟ كثير من الامور تكون غيرت في المنتخب. بالطبع ما تنساش عندنا ذكرنا، عندنا رانا بطل افريقيا، هذا الشيء يغير كل، ولكن سيتي نارما هذه اسلحه ذو حدين، ربما الان الفريق الجزائري منتظر من كل يعني من كل نواحي، ولكن ان نزيد نقولها ونطمئن يعني كل المناصرين ان نظن باللي القرعه هذه والله يعني لا خوف على المنتخب، خاصة لو كما رانا نشوفوا يعني بالمستوى هذا العالي اللي راهم يبينوا به، انا نظن ما راحش يكون مشكل. ربما نتكلموا على الدور اللي يجي مور هذه. نعم. هنا كلام ربما اخر. نعم، اذا يمكن قول جمال بالماضي في تصريحاته الاخيرة قال اننا لو تأهلنا الى كأس العالم سنلعب من اجل اللقب. هل يمكن القول أن تأهل بغض النظر عن الدور الإقصائي، هل يمكن القول أن التأهل عن هذه المجموعة مضمون بالنسبة للجزائر؟ لا، في القرعة الأول يعني الدور الأول مضمون 100 يعني صوف كتصرف، ولكن ما في كرة القدم قليل اللي كتصرف يصراو يعني خطرة في 100 سنة، ولكن من بعد الدور يسري نظن باللي بعد الدور هذا يعني في المباراة هذيك الحاسمة. نعم. تم ربما تطيح مع يعني فريق منتخب قوي، ولكن هنا ثاني عندنا حد لازم نفهموا يعني المشاهد، عندنا حد اخر. لماذا؟ لان رانا
رانا مصنفين مع الخمس الاوائل في افريقيا، والقانون واش يقول يعني الخمسه الاوائل هذوما في المباراه يعني الحاسمه، العوده ستكون يعني عندك. نعم. تلعب المباراه تاع الذهاب خارج الديار ثم تستقبل. وهذا انا نقول لك حل، يعني ماشي حل ولكن يعني المباراه يعني العوده عندك هنا مع الجماهير تاعك، انا نظن هذه ثاني راهي داخله في يعني الطريق اللي راح يعني نظن باللي راح يتفتح علينا يعني ان شاء الله يعني ونروح للمونديال. اذا يعني حسبكم مصطفى كويسي المنتخب يعني جمالنا افضل من هذا بالنسبه للقرعه، خاصه اذا راينا المجموعه الرابعه تضم الكامرون وكوت ديفوار في نفس المجموعه، وايضا المجموعه السابعه تضم ايضا غانا وجنوب افريقيا في مجموعه واحده. هذا نظن فوج، يعني نقدر نقول لك فوج صعيب، فيه يعني افواج اخرى مجموعات اقل اثنين ولا، يعني نقدر نقول لك الصراع راح يكون يعني كبير بين منتخبات، ولكن احنا كما حتى اللاعبين او حتى الشعب الجزائري ما نقدروش نزيد نعاودها ونكررها، ما نزيدوش نلقاو يعني قرعه يعني تساعدنا كما هذه. نعم، هو ما نتمناه مصطفى كويسي. شكرا لك، كنت معنا في هذا الموجز المباشر عن تصفيه افريقيا المؤهله الى كاس العالم.